الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إنه لمن دواعي الفخر والاعتزاز أن تستقبل بلديتنا السليم مصدر الإشعاع العلمي والثقافي الذي أنجب علماء كبراء أعطوا للجزائر علما وأدبا في زمن لم يكن هنالك من يشجع على العطاء. تستقبل أبناء جاءونا من العاصمة الحبيبة الجزائر الحبيبة ومن كل أقطار هذا الوطن الغالي. فباسمهم جميعا أقول يرحب نسل إبراهيم بأبنائهم ويعتزون فخرا بكم يا كرام، فأهلا وسهلا، شرفتم دارهم فإن التحية فيها سلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنتم لمن قبلتم عناء السفر ومشقته لتضعوا البصمات في وجوه أبنائنا وخاصة ذوي الحاجات الخاصة. بارك الله في أعمالكم وفي مسعاكم، فأنتم من اقتديتم من خير خلق الله محمد الذي بعث رحمة للعالمين. أنتم بارك الله فيكم. سكرا كاين ثاني بوس هذا هذه تبين وتبين تلاحم تاع الشعب الجزائري. دوكا نبداو كمقدمه بالنشيد الوطني الجزائري. بدا بكم قاعد توقفوا باش نسمعوا النشيد الوطني الجزائري. صح I'm
بسم الله الرحمن الرحيم. علي بيا شوف شو تسمي منه تشوف هذا بسم الله الرحمن الرحيم. لا 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 Teach you how to do it.